مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية ما ننساوش نوبليون با. في عددنا لهذا الأسبوع نستضيف السيدة بونصاح من الجزائر العاصمة اللي جاتنا اليوم باش تحكي لنا على قصة فقدان الأخ ديالها بونصاح محمد المولود بتاريخ 27 أكتوبر 1954، والذي تم توقيفه في 26 نوفمبر 1994 من منزله من طرف الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، ولم يظهر من يومها أمام شهود عيان، أمام عائلته وأمام مرأة من الجيران. مرحبا بك مدام بونصاح. الله يسلمك، مرحبا بكم. مدام بونصاح، تقدري تعرفينا بمحمد؟ كي داواه يعني كي كان كي داواه؟ كان اكثر ما شفنا، كان ديجا عنده 3 أو 3 أنفون، فكان عنده 3 أطفال. إيه؟ والرابع كان يعني زوجته كانت حامل. في كنا في شهر نوفمبر كيما ذكرتي سالفا، يوم الجمعة أتذكر جيدا ذلك اليوم، في سنة 1994 صباحا، يوم جمعة صباحا، كان في بيته كباقي العائلات مع أولاده وزوجته. فجاءت قوات الشرطة والدرك والجيش مختلطة، فداهمت المنزل وطالبت منه أن يستعد ليذهب معه. هو لم يفهم شيئا، زوجته والأطفال كانوا في دهشة من أمرهم. طبعا الطفلة الصغيرة كانت تبكي من شدة الخوف، الدخول هذا كان دخول يعني مرعب. نحن في الاجتماع. نعم، تقدري تقولي لنا في يوم 26 نوفمبر 1994، قلتي لي على 8 جاوا ليكم من الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي الصباح؟ دخلوا للدار. نعم، داروا اول، داروا قصاص، داروا حاصروا هذيك المنطقه كلها، حاصروا كامل الحي، حاصروا كاع المنطقه هذيك السكنيه. وين واش من الحي نتوما؟ هما الحي كانوا في عين بنيان. عين بنيان، اها، في عين بنيان حاصروا الحي هذاك، خداو يعني ماشي مكانش الوحيد اللي داوا، كان مجموعه تاع تم اعتقال عده اشخاص في نفس اليوم. اشخاص تم اعتقالهم انذاك، والسبب لا ندري لحد الان، لا ندري السبب ما هو. لا ندري داوا هذا من ذلك اليوم، هذاك النهار، من هذاك الجمعه 94 في شهر نوفمبر، من هذاك النهار ما ظهر عليه حتى خبر. اختطف جهارا نهارا. طبعا حنا حاولنا نحوسوا عليه، طرقنا عدة ابواب، صح ما كان حتى خبر عليه. خلى ولادو، دوك ولادو راهم كبروا. خلى قلتي لي 4 دراري، 4 دراري دوكا، هي 4 دراري. الاخرانيه هذه اللي زادت كانت في كاشيما، كانت الزوجه تاعو حامل. انا كانت الزوجه تاعو حامل، ما تعرفوش هذه بنته الاخرانيه. ما تعرفوش، ما شفتوش. واش كان يعمل محمد؟ نعم، محمد واش كان يعمل؟ كان ارشيتكت. كان أرشيتكت، مهندس. يعني وكان هو الكبير في العائلة، هو كان عمود تاع العائلة طبعاً، كبير، وكان إنسان يعني معروف، معروف بأخلاقه، معروف بتفاني في العمل، معروف بالطيبة تاعه، الناس كاع كانت تحبه، كاع تحترمه، معروف يعني في الحي تاعنا، في الحي تاعه، ما كانش اللي ما يعرفش محمد هذا يعني. الناس كاع تشكر، ما كانش اللي يقطع فيه، ولا الناس كاع تشكر فيه، لأنه ما يؤذي، إنسان طيب خاص بأقصى درجة. وكي جاو الدرك الوطني لداركم على 8 تاع الصباح، كيفاش جاو؟ جاو بامر بالقابض ولا بالاحضار ولا باسمه هو سبيسيالمون، ولا تقدري تحكي لنا؟ لا طبعا، هما كي دخلوا حوسوا على بصح محمد، حوسوا على الاسم، بالاسم هو الدواء، قالوا له روح، قالوا له روح معنا الحقوق. واش كان طلبوا بعد منه ينحي اللحيه، كان طفل ملتحي شويه، طلبوا ينحي اللحيه، ينحي اللحيه تاعو، قالوا له تحقوقوا تعاود تولي نورمال، تعاود تولي الاستشارات برك وتعاود تولي. ويقول لك داو ناس واحد اخرين ماشي غير، وهاد الناس اللي داوهم في الحي صحابو ولا جيران برك؟ لا 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 لا، جيران، حي حي الناس ساكنين. شحال داوهم شخص؟ اللي داوهم شحال داو معاه؟ مانيش عارفه بالعدد بالضبط، والله ماني عارفه. وعاودوا تلقوهم ولا كامل كيما محمد ما بانوش؟ ما بانوش كامل اللي داوهم داك النهار كامل ما بانوش. ما بانوش. وجاو لابسين، كاش عرفتوا نتوما بلي دارك وطني؟ جاو لابسين بدله رسميه تاع الدارك الوطني؟ جاو اكيد اكيد. لماذا؟ لانه كل العائله تاعو كانت تما، ولادو ومرتو، الجيران تاعي، فاميليا تاني، خط الزوجه تاعو يدخلوا تما تاني. شحال جاو فيهم؟ العائله ما تنساش بلي داروا كانت قوه كبيره، الناس خفضوا تشوف الناس.
ايه تما كاين شهود عيان. اكيد شهود عيان ماشي هكذا برك، شهود ناس شافوهم كيجاو يعني مختلف قوات مختلفة في سيارات، قوات مختلفة في سيارات رسمية ببدلات رسمية و بالهيئة تاعهم الرسمية، جاو ما جاو سيفيل ولا جاو شحال من سيارة؟ لا ان شاء الله ميك جا جا كان كان عدد كبير لا يستاهل به، لانه جاو ماشي غير على جاو بزاف يردوا بزاف عباد. تخيل انت يديروا راتي ساج على حي هكا حي كبير، ايه صح يعني ما شحالش فيها جو غاشي صافي. القوات المختلفة اللي كانت، كانت قوات الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، ما كانتش الشرطة. ايه كانت شرطة، كانت شرطة تاني حاضرة. كانت الشرطة. قالوا له نستفسروا معاك ونعاودوا نتلقوك. قالوا له كيما عندو هاد الولاد ليكم مرتوقات وين حنا، هو قالوا وين واش كاين واش درت يعني كي نورمال الزبون حتى من كيما كيفاهمه والو. قالوا له صحوا خصك الاستفسار هكذا نسقسوك برك وتعاود تعاود تلقوك. من تما ما كان عليه حتى حتى خبر حتى نوبال والو. ومن بعد انتم واش من الاجراءات اللي قمتم بها باش تبحتوا عليه؟ رحتوا بال احنا رحنا البوس بوليس، رحنا الجدارميه هذوك تاع تما تاع عين بنيان، طبعا الوالد هما اللي كانوا يحوسوا كاميل احنا اصحابو، كاين اصحابو ثاني يحوسوا عليه، راحوا للدار كذا ما كانش ما ديناش ما اعترفوش حتى انهم قاموا باعتقاله، يعني قالوا لكم ما شفنا ما دينا. ايه ما ديناش اكيد نقرو، احنا راحوا للبوست بوليس، راحوا للجدارميه، راحوا وين هذوك وين العسكر هذوك تاع لي ديوكا، قال ما عندنا حتى واحد حنا بهذا الاسم ما جبنا حتى واحد. محمد هذا شحال عندك مخاوتك؟ عندك غير محمد؟ لا عندي زوج خاوتي واحد اخرين. ومحمد هو صغير ولا كاش يجي الوسطاني ولا شكون هذا؟ محمد المفقود. هو قلت لك هو الكبير كاع في العائله، هو البكر كاع في العائله، هو البكر كامل في الدار. هو الكبير في الدار كامل. تقدري تحكي لي على الوالدين ديالك كيفاش عاشوا الاختفاء تاع محمد؟ طبعا الام بعد الوالده بعد هذا صدمه كبيره بالنسبه لينا كامله، خلاص احنا كدينا داولنا خونا خلاص، حتى تقولي حكت علينا الحياه خلاص، حتى بتقول عضو من الجسم تاعك راح، وعضو ماشي اي عضو، كان انسان كيما قلت لك كان بيبي طول عمري، كان عمود بالنسبه للعائله تاعنا خاصه الوالدين، قلت لك انسان كان كبير، انسان كان في بالك في عمره هذاك الوقت كان عارف في عقله، كان انسان كبير، الناس كبار يجي يستشيروا، كان عنده حكمه، كان عقل فاهم، كان عنده 40 سنه خاطر هو زايد في 27 اكتوبر 54 وداوه 94، كان عنده 40 عام. احنا كنا صغار هذاك الوقت، كنا مازلنا صغار. قلت لك طبعا شوف كنا تحت صدمه، وكان على امل بون الناس اللي تقينا يقول لك صبروا بالك يحكموا ثلاث ايام يجيبوهم، كان يقول سمع كان شويه مع الامل عند الوالده عند الانترنت، وبعد كيفاش جا هكذا جا 20 يوم شهر شهرين ثلاثه جات طول الحاله خلاص، الام مسكينه خلاص انكسر وكسر قلبها الولد كيف كيف نهار، والام طاحت مريضه شحال وحنا نديروا بها في السبيطار، يعني ضربه ما كانتش في الحسبان، ما كانش سنة فيها. انسان في دارو مع ولادو، لو كان كاش ما دار ولا نعرفو كان خرج طريق ولا او باين، انسان كان في دارو مع ولادو خاطين خاطين كلش خاطين. علاش عبيدو كيف داو كيف في الداير باغ دو كان باغ لب الحياة ولا ما فهمناش، انسان خاطي عايش حياته مع دارو مع ولادو، يجي كل اسبوع كل جمعة يجي يطلع على المالي يحضروا الدار تما يدوز الويكاند معانا، يعني انسان خاطي من خدمه للدار ما عنده لا خرجه لا دخله، ديجا معروف بالسلوك تاعو السوي، الناس كاع تعرفوا بلي انسان مربي، انسان تاع دار، انسان مستقيم، فهمتي؟ ما عنده لا دخله لا خرجه. ما كان عنده مشكل مع حتى واحد. ما عندوش الخلاط، ما يخلط، ما انسان انسان مغزين، انسان ثقيل في راسو. وهذيك كانت أول مرة في حياته يجوا يحوسوا عليه الأمن ولا؟ أول مرة في حياته، أول مرة ما عندوش لي كوني، قلت لك وش نقول لك؟ كما يقولوا الكمال لله، مي سيتي نوم اكزومبلار. انسان مثالي. نعم. ولله ولله المثل الاعلى، انسان اللي قلت لك الناس كبير وصغير، ما كاينش اللي ما يحبوش، ما كاينش اللي ما يحترموش، ما كاينش اللي يعزوه، ما كاينش اللي ما يعزوش. انسان ساوي بزاف، مستقيم بزاف. بغض النظر عن التبليغ عن الفقدان ديالو في مراكز الامن المختلفه من درك وطني وشرطه و ورحتوا حتى للامن العسكري تبحثوا عليه، ما هي يعني الاجراءات القانونيه اللي قامت بها العائله من اجل البحث عنه؟ هل رسلتوا الشكاوي للسلطات المعنيه؟ هل وصلتوا؟ عندنا رئاسه الحكومه
بعثنا للجمهوريات، الجمهورية بعثنا لحقوق الإنسان، بعثنا كذلك هادو بلا كيدي كل شباب كلش بوصو الاستلام، رسائل بوصو الاستلام وكلش كنا يعني طرقنا كاع الأبواب كاع الطرق القانونية اللي وهل تلقيتم الرد على العرائض اللي بعتوها للسلطات الجزائرية؟ الرد ما كاش، ما عندناش هذه. تم استدعائكم، سماعكم في محضر، درتوا شكوى للوكيل الجمهورية؟ أكيد درنا، أكيد درنا، مازال درنا بالوصولات، وصولات الاستلام وكلش، أكيد هو اللي درنا له، قلت لك الحكومة رئيس الجمهورية. ما تلقيتوش استدعاء باش يسمعوكم في محضر رسمي باش يفتحوا تحقيق؟ أني جايات كانوا جدرني كانوا تعبان جديد هذوك شخصوات هذا اللي يقعد شهر شهرين بدا يجوا لتاعي يدعيوا الأب تاعي يسمعوا له يديروا لي كود يسمعوا له كيفاش وكذا 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 يديروا عرض حال كيفاش داوه وكيفاش وكذا المعلومات هذه ومن بعد صح ما كان والو الرد ما كان حتى رد ما كان حتى استجابه ما كان حتى توضيح والو يدوها شخص يدعوا لي بعثوا لنا استدعاءات أحيانا للدار قالوا يدعوا بون صاحبه الوالد تاعو هذاك واحد من الدارك تاع بلجيك خاصة تاع بلجيك كان في بزاف بصح ما كانش ما كان حتى رد ما كان حتى معلومة ما كان والو يعني يبعث الرسائل يبعث طلبات فتح تحقيق يتم استدعائه ويسمعه في محضر رسمي باش يشوفوا بلي هو صاحب شكوى صح ما يتمش حقا التحقيق في الامر ولا متابعه القضيه واستدعائكم مره جديده باش يعطوكم جديد في مجريات التحقيق قلت لك سيداتي قلت لك انتم تقوموا بارسال طلبات فتح تحقيق والشكاوي يتم استدعائكم يسمعوكم في محضر باش يثبتوا الشكوى باللي انتم بعتوها بصح ما يتمش استدعائكم مره ثانيه باش يخبروكم بمجريات التحقيق والمستجدات ما كاش الحقيقه ما كاش يعني الجواب ما كاش نهايه للجوابات هذوك يروح فقط يستجوبوا ويعاودوا لي الرد ما كاش ما فيش رد هذا بالنسبه للاب ديالك بالنسبه للاب يعني هو اللي كان يروح شخصه هو اللي يتكفل بهذا الملف تاع الفقدان تاع الاخ نعم وقلتي لي الزوجه ديالو خلاها حامل وخلى لها ثلاث اطفال واحد اخرين تقدري تقولي لي كاش عاشت هي ثاني الفقدان تاع الزوج ديالها والاطفال هذوك ولاد خوك مساكن كيفاش تقريبا حيت توقفت خلاص هي ام كما نقولوا طابو فواي انسانه تاع الدار تاع البيت ماشي خدامه ماشي تربي ولادها يعني حبس كلش عليها ايماجيني الزوج تاعها هو اللي قيم على البيت فجاه تاع روحهم خلاص ما كان والو ما كان لا مولد ما لا كان احنا كنا حنايا كان الاهل تاعها كي تعرفي كيفاش باش تديروا الحاله حبس عليها كلش ما كان والو لا مورد مال ما تعرفش تدخل الكل تما كانت في الدار هي ماهيش اميه ولا بصح ما كانت طامو فواي تما تربي ولادها ايطاليا في البيت وكاع طبعا حياتها تدمرت مسكينه حياتها تدمرت واش تسنى يعني خلاص واش قعد كي تاولى زوج تاعها ما قعد لها والو قعد تسوكري مع الدراري هذوما كبروا طيحوا نوضابوا الثلاثه هذو كانوا عندنا يقراوا كانوا عندهم مالهم تما انا عماتو ميتو كانوا من الاول قبل باباهم ما يدوا هما من الاول يقراوا عندنا في الويكاند برك يطلعوا لدارهم ثم تربوا عندنا كملوا قراوا عندنا ويتو قعدت في الخانيه الصغيره هذيك جابت كي تداوم جابت طبعا ثاني سخرات واش حبيت راح تعيش لا بيل في كيدو راجلها طبعا هي ثاني مسكينه نهار دمرت حياتها ولادي باباهم تخطف هما ثاني تاعهم خلاص شغل شوكا الان مازالهمش كنتو شافوا وهذه بنت الخرانية اللي كانت مازال ما نزادتش كي داو باباها تسقسي عليه واش تقول لكم على باباها تحوس تفهم بابا وراه شكون داه هذوك جوج الاولين بون شفاو شويه على بالهم شفاو شفاو واش كان واش كي بقى الحاله شكون داه تو شافيه الصغيره هذه كانت عندك وقت 4 ans ولا عندك واحد 4 سنين كانت هذيك الخرانية لا كوازيام سي نورمال الان مازال تشفى على الصوره تاعو مازال تشفى على باباها الان مازال يكتبوا يحوسوا عليه يكتبوا يذكروا في المناسبات كي تعرفي يذكروا يبداو يذكروا الاعياد المناسبات ما كانش باباهم سي نورمال ماشي سهله هما كانوا ساكنهم فوق بلايدين حسبي ما كانش البابات نرمزوا هما كانوا ساكن صح كانوا في كانوا في الوالدين تاعهم عماتهم حنا جدهم كان دوكا ما كانش بغانهم راح مسكينه جدهم زادتهم الله يرحمهم ويرحم كاع مساكن الموتى ديال العائلة ودين ساكن ربي جعل انتمام كاع الجنة مساكن راهم يروحوا بالواحد مي هما كانت خلاص
ماشي حاجه اللي تهيئهم باش يكملوا المستقبل تاعهم ولا يعني انهارت حياتهم انهارت. نعم سيده بنصح، تقدري تقولي لنا كيفاش حتى سمعتوا بجمعيه عائله المفقودين وانضميتوا لها؟ اكيد اكيد كيما كاع كيما كاع عائله المفقودين كان شغل بسيط امل بان هكذا جات لوغانيزاسيون هذه تاع عائله المفقودين. اكيد من البديهي انه كل واحد عنده مفقود ينضم لها، يحاول ممكن يكون كيما يقولوا مخرج، يكون سبيل في يده كالمشعل تاع الحقيقه تبان عن طريق هذه المنظمه. ما تدري اكيد اغلبيه هذه العائلات المفقودين كاع انضموا. والهدف الهدف تاع هذه الجمعيه، الهدف تاع العائلات وشنو هو؟ واش تطلبوا اليوم من السلطات الجزائريه انتم كعائلات مفقودين؟ اظهار الحقيقه، اظهار الحقيقه، نقولوا لنا اولادنا هادو خاوتنا ابائنا وهادو وين راحوا؟ علاش ديتوهم اصلا؟ علاه حنا الان ما نشاهدين علاه داوهم اصلا؟ علاه؟ علاه؟ معليش كنتو تدوهم داروا امور يعني داروا احد حاكموه، كاين العداله كاين القانون اكيد كاين القانون كاين العداله، عندهم الحق في محاكمه عادله، الحق في عرضهم العداله، الحق في محامي. اي انسان على الكره الارضيه عنده حق في محاكمه عادله، القانون فوق الجميع، القانون اللي يقضي. المتهم بريء حتى تثبت ادانته، يعني مادام ما عرضوهمش على العداله، مادام ما كاش حكم ما عندهمش الحق يعني. عيب عيب هكذا تاخذوهم من بين اهلهم في الشارع في الطريق في العمل في المكان اللي على باليش، تاخذوهم تخطفوهم وتغبروهم. علاه؟ وضحوا بينوا ما راناش في غابه، كاين عداله كاين اكيد كاين عداله، انتوا سيدي طريق العداله، اذا شفتوهم مذنبين كاين عداله. يتم ادانتهم يروحوا للسجن، لكن العائلات تاعهم من حقهم يعرفوا المصير ديالهم. حاكموهم ديروهم محاكمه عادله داروا كانوا مذنبين، كل واحد يخلص على حساب البنت تاعو. كيف تدوهم هكذا وتخبروهم وتمنعوهم وتحرموهم العائله تاعهم من ابسط حقوقهم اللي هما في حق الحق الحق في الحياه، الحق في الدفاع، الحق في المحاكمه العادله. المحاكمه هذه هي هما كاين بالك انت كي جاي يحرموهم حياتهم، ماشي محاكمه عادله. كاين يحرموا لهم حق الحياه، هذا حق الحياه نحاولهم. وانتم الحق في الحقيقه والعداله كانت تحرمتوا منها ثاني كعائلات مفقودين. كل عائله مفقود، كل عائله مسكينه عندها مفقود ومفقودين، هذا واش انا نطالبوا؟ عندنا كاع واحد طالب الحقيقه، طالب واحد طالب الحقيقه، وين راهم؟ اين هم؟ وين ديتوهم هاد الناس هادو؟ وين خبرتوهم؟ وين خبرتوهم هاد الناس؟ كيف هذايا؟ الناس تدمرت حياتهم، الناس تدمرت ولادهم ضاعوا، كاين زواجاتهم ضاعوا، كاين الاولياء تاعهم ساكن كاين هما اللي يعيشوا ولادهم ماليهم ضاعوا، خلاص دمروا شحال من البيت دوك تدمر. الالاف البيات هذيا والاستيكان هذو تاع تاع لي ديسباريسيون هذو، ماشي مسكين هذاك المفقود راهو ربي ان شاء الله يطلق سراحهم كامل ان شاء الله، اللي مات لا قدر الله ربي ان شاء الله ربي يعطيهم الجنه، لكن هذه الاستيكان اللي مروجو المخلفات اللي خلاهم وراهم. حياة الناس بزاف تدمرت، ساكن كاين أولياء ماتوا غير بالإسعاف تاعهم والغد على أولادهم. بزاف بزاف الأمهات والآباء اللي توفوا بدون معرفة الحقيقة. إسعاف مساكن، إسعاف تاع أولادهم. كيف وليد كبير حظ لك هذا يجي يدهولك ومن بعد خلاص ما عندكش تخبر عليه، كيف هذايا؟ صح. وش القانون اللي يقول هكذا؟ وش القانون هذايا اللي يقول هكذا؟ كي رانا نتكلموا على القانون سيده بنصح، واش رايك في قانون السلم والمصالحه الوطنيه اللي يعرض على عائلات المفقودين التعويض بمقابل احضار حكم بالوفاه، يعني بمقابل تصريح بوفاه المفقود من اجل الحصول على تعويضات، واش رايك؟ احنا ما عندنا حتى دليل للوفاه، داوى حي ورجع حي. ما عندناش حنا هذه التعويض، علاه نعوضوا لي؟ يعني حكم بالوفاه، يعني وفاه حكميه بلا ما يقولوا لك مكان الدفن ديالو ولا القبر ديالو ولا خلاص الوفاه ويطيح لبريه، علاه تدو باش تعوضوني انا؟ علاه تعوضونا؟ علاه هذا الانسان هذا كنت تبيعوه في العباد هذوما؟ راهم يتباعوا هاد الناس، هاد الناس راهم يتباعوا، ماهمش يتباعوا، ديتو حي ديتوهم حيين، رجعوهم حيين مالهم وحاكموهم. رانا مع المحاكمه يا سيدي، نروحوا حتى الاخر حاكموهم وشوفوا اذا كانوا مذنبين العيب لا قلنا لا لا. حاكموهم الناس هذو، كيف هذا تبي تقتلوا ولا تبي تغبروا ولا تبحروا ولا وبعد يطلب مني نعطيك تعويض وتسكن ونطيحوا، علاه نطيحوا مسكين؟ كيف هي حق نطيح هذا؟ كيف هذايا؟ نعم هذا غير مقبول، هذا امر غير مقبول كاع وغير وارد كامل. احنا مالناش نطلبوا تاع
التعويض، على التعويض هذايا ما نفهموش مرفوض تماما. الجائزة جملة وتفصيلها، مرفوض الأمر تماما. سيدة سيدة. فوالا تحوسوا عليهم وين راهم أكيد. سيدة بونصح، كيفاش كانت حياتك قبل ما يدو خوك الكبير محمد؟ وواش الشيء اللي تغير بعد هاد جريمة الاختفاء القسري اللي تعرض لها محمد؟ أكيد الآن تشوفي، الآن تعيشي واقعة ظلم عيناني، هكا حقرة عيناني، ظلم عدالة ما كاش. كيف هذا يدو خوك ولا وليدك ولا راجلك ولا زوجك ولا باباك ولا عمك ولا أي يدو يبحره؟ واش ما أكيد راح تكون، أكيد راح يكون، راح يكون الحياة هذي يكون فيها بكر، يكون فيها بكر. واش يكون فيها؟ أكيد بطر، بطر بطر فوالا، كيما كيت بطر عضو من جسم الإنسان تتقطع. بالنسبة لخاوك وذات، بالنسبة للولاد ولا الزوجة ولا أمور بالذات تتقطع تحدث. كاين تكي اللي كانوا يخدموا حبسوا خدمة، كاين اللي كانوا يقراوا حبسوا خدمة قراية، كاين اللي صحتهم تدهورت، كاين اللي هربوا هجروا، كاين كل واحد مسكين واش كان في المخلفات تاع الاختفاء القسري. الاختفاء القسري اللي هي جريمة ضد الإنسانية. أكيد إنسان هذا أكيد خوك مكيه دوك في عيشة، وخوك إنه بيطي بخوك مكينة راح ظلما وعدوانا. الدواء هكذا غلط، دواء حقرة والظلم حقرة، حقرة الدواء حقرة، ماشي هكذا عدل ولا حقرة أكيد. وبعد تيجي تربى عندك، تربى عندك موقف قولي أنا مانيش في بلاد العدالة أنا. أكيد النظرة تاعك تغير، واضح الأمر، واضح يعني واضح. وراه العدل في هذا، وراه يجوا يدوخوك هكذا ويبحوا يخبروك ما كان حتى خبر عليه. كيفاش هذا؟ واش تنقضى يعني؟ واش حبيت تنقضى؟ اكيد ماشي حاجه سهله، ماشي حاجه سهله، اكيد ماشي حاجه سهله. وللان مازلنا الان نحسوا في هذاك الحزن والوجع. شوفي شحال من سنه دوكا، من 94 لهنا الان مازلنا نحسوا بالوجع هذاك تاعو تاع الفقدان تاع الاخ تاعنا كيما هذيك اللحظه بالذات. 17 سنه من بعد كان سي با ابيزي، ما بردتش الحاله عندنا. فهمتيني؟ مازلنا محروقين عليه كيما الضربه، مازلنا محروقين. السنين هذه ما طفاتش الحرقه هذيك، ما طفاتهاش ابدا. يعني 27 سنه من بعد مازالكم كي اللي تعيشوا حاله الاختفاء تاع الاخت تاعكم كي اللي البارح. نفس الشيء. الحرقه هذيك مازال قلبنا يتحرق كامله كيما رانا. خواتاته كيما وباباه ذوك الله يرحمهم ربي، ان شاء الله يجعل مثواهم الجنه. الله يرحمهم برحمتو، بقاتنا بنفس الحرقه، الحرقه هذيك مازالها فينا. نعم، يعني مدام بنصح نشكروك على هذه الشهاده، ان شاء الله ربي يبين الحقيقه طول ولا تقصر يجي نهار اللي تبان. احنا شوفي احنا مازال عندنا امل، احنا اولا عندنا امل عند رب العالمين، وثانيا احنا مازال عندنا امل هذه الدوله هذه ان شاء الله تتكم ويجي لي يبين الحقيقه. وحنا رانا هذا كيما صرخه، رانا نداء وصرخه، بينوا الحقيقه، مازال عندكم وقت تنظركم الامر، بينوا الحقيقه. ان شاء الله ربي يبين الحقيقه. العداله والحقيقه هذو شنو نحوسوا حنايا. مدام بونصح نشكرك على الوقت اللي منحتيه الاذاعه من الصوت لكم. نتمنى ان شاء الله الاخ تاعك تظهر الحقيقه ديالو وتظهر الحقيقه حول مصير جميع مفقودي سنوات التسعينات وجميع المفقودين ان شاء الله. ان شاء الله شكرا يا مدام، وان شاء الله يجعلكم ربي ان شاء الله بالك سبب في اظهار الحقيقه هذه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة. بالامزية، بقي على خير. صحيح وفي امان الله. صحيح. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعة. كانت معنا بنصح شريفة من الجزائر العاصمة اللي حكت لنا على الالام التي عاشتها هي والعائلة تاعها منذ اختفاء الاخ تاعها محمد. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ونعطيكم موعد الاسبوع القادم ان شاء الله مع عائلة اخرى من عائلات مفقودي سنوات التسعينات. بقوا على خير.